الغرب كله بأزمة، يعني أزمة ما بين قيمه ومنظوماته اللي تراكمت بعد الحرب العالمية الثانية والمؤسسات اللي يعني أدار فيها العالم، وما بين الواقع الجديد اللي قاعد بفرضه نتنياهو من حالة توحش، من حالة إبادة، من حالة قتل أمام مرأة ومسمع العالم. ولهذا أنا بعتقد أن المؤسسات الدولية اليوم من محكمات دولية، من أمم متحدة، باتت محل يعني علامات استفهام، وين دورها وين قدرتها. هذا الإرث اللي تم يعني تنظيمه من خلال المرحلة السابقة، اليوم هو أمام اختبار حقيقي ما بين يقدر يمارس دوره إن كان القيمي أو القانوني أو كل هذا الميراث، أو إنه لا يسقط في ذلك. محكمة العدل الدولية أبلت بلاء حسنا، يعني هو الأثر نتنياهو لما أجا يخاطب الكونغرس، هو جاء بعد اجتماع وقرار من محكمة العدل الدولية تاريخي طبعاً. يعني هو لم يكن التاريخي فقط هو ما صدر عن المحكمة، وإنما ردود أفعال نتنياهو على ما صدر عن المحكمة والأمريكان والتي كشفتهم أكثر، والأمريكان أيضا يعني عرّتهم أكثر. المحكمة كانت واضحة تماما بلغة قانونية، يعني بردود، وهو طبعا جاءهم استفسار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم اشتغلوا شغلهم كقضاء كمحامين. ورغم أنه قرار استشاري غير ملزم، إلا أنه فاجأ العالم. إيش ممكن يكون أثر هذا القرار؟ وأثر على الرأي العام، الرأي العام على الغرب. القانوني للقرار هو المدهش، هو المدهش. يعني القرار صنف يقول لك هناك كيان اسمه فلسطين، وعاد إلى قرارات الأمم المتحدة التي تقر لفلسطين بالدولة في الوقت اللي كما جاء في تقرير الذي نشر في عربي 21، إنه بعض الدول الأوروبية تقول يعني تستند إلى مبدأ أنه لا يحق لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تقاضي إسرائيل كقوة محتلة وفقا للاتفاق، اتفاق أوسلو. لكن المحكمة تقول أن القانون الدولي أعلى من المعاهدات، أعلى من المعاهدات. أعلى، نعم. أعلى، نعم. من المعاهدات. المحكمة الدولية لا تمتلك، هي صفة استشارية صحيح، لا تمتلك قوة لتنفيذ القرار، لكنها أعطت المحاكم في العالم كله قوة كبيرة جدا بالضبط لكي تنفذ هذا القرار كله في سياق دولي. لأن المحكمة الجنائية يمكن أن تستفيد من ذلك. وهي القانون الدولي، القانون الدولي وفي أكثر من الدول يعتمد على قاعدة السابقة. هذه البريسيدنس، فهذه سابقة، بمعنى أنه فتح المجال أمام المحاكم حول العالم بأنها تتلقى هذه القضية وتعتمد على هذا القرار من محكمة الجنايات الدولية، تعتمد عليه لأجل أنها حتى تفضل. المحاكم الوطنية بالضبط. حتى المحاكم الوطنية وضيفك إلى هذا دكتور أنس، بالإضافة إلى ذلك أن القرارات الدولية هذه ليست قرارات ميتة، صحيح، لأن مرتبطة بحركية، صحيح، في الميدان. فشون فيه حركية، أول شيء صمود المقاومة، ثاني شيء الحراك الشعبي الموجود في مختلف الديمقراطيات الغربية، يعني السياسات الغربية نفسها صارت محرجة ومحشورة في الزاوية. بالضبط. يضاف إلى ذلك قرار دولي يعتبر ما يجري الآن من احتلال ما عندوش لا شرعية سياسية ولا في القانون الدولي ولا شرعية أخلاقية، فكل هذه العناصر تمتزج مع بعض البعض. لكن خليني أرجع للنقطة اللي هي خسارة تتعلق بخسارة المنظومة الليبرالية من الناحية الأخلاقية. يعني العالم يكتشف أنه مقولات القانون الدولي وحق تقرير مصير كلها مقولات جوفاء، يعني ما يجري اليوم في الساحة الفلسطينية يكذب كل المقولات والنظريات الليبرالية، يعني أصبحت مجرد حقوق مجردة في النصوص القانونية أو تدرس في يعني أقسام الحقوق أو القانون وليس أكثر من ذلك. لكن يضاف إلى ذلك هو الهزيمة السياسية والعسكرية. يعني الآن في حرب مع روسيا، شنو هي عناوينها الأساسية؟ العناوين الأساسية أن روسيا يعني تجاوزت القانون الدولي واعتدت على دولة مجاورة ومقولة حق تقرير المصير. يعني كيف تقارن ما يجري اليوم في أوكرانيا، يعني صراع الروسي الأوكراني واصطفاف الغرب في الدفاع عن أوكرانيا، وما يجري في الساحة الفلسطينية من حرب إبادة. فهم محرجين أول شيء هزيمة أخلاقية وسياسية، يضاف إلى ذلك هزيمة حتى من الناحية العسكرية والاستراتيجية، لا يستطيعون الدفاع عن موقفهم. الذي لفت نظري الحقيقة أن ما صدر عن المحكمة وما دار من نقاش بعد قرارها هو يعيد الناس إلى تاريخ هذه المشكلة. هذا مهم، بذلت جهود كبيرة جدا على المستوى الرسمي
وعلى المستوى المؤسساتي لتغييب الوعي العالمي حول المشكلة. صحيح. كيف بدأت؟ من أين جاءت؟ صاروا يتكلموا الآن إنه إسرائيل لما تأسست 48. طب إذا هي تأسست 48 معناته ماذا كان قبل ذلك؟ ماذا كان الناس قبل بدأت صحيح. تريد أن تعود إلى التاريخ وتفهم. لا وتعرف أبو ناجي إحنا ترى أحيانا إحنا حتى نفسنا ذاكرتنا يعني قصيرة. محدودة وقصيرة. ترى قبل 9 أشهر أو قريب 10 أشهر ما كان ترى كان من الصعب أنه واحد مثلا يدين الصهيونية. صحيح. صعب. صحيح. صعب أنه الواحد يطلع هكذا ويدين إسرائيل وجرائمها وكذا دون أن ترتد عليه حملة شعواء تتهمه بمعاداة السامية. لكن كانت محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية بقراراتها الحقيقة فتحت لنا مجال بحيث الآن الناس أصبحت تتكلم بدون ردود الأفعال هذه. الحقيقة الذي يجري هو نوع من التقدم في هذا الصراع اليوم. مثلا هذا الوصف اللي وصفته أنت أخي الدكتور رفيق في قضية أنه أنت عندك ما يجري في الميدان وأمد الحرب، ثم عندك الحراك الشعبي، ثم عندك حالة الحرج الشديدة التي يشعر فيها الآن الساسة والممثلين في كل أنحاء العالم وعلى رأسها في أمريكا كما شاهدنا، ثم يأتيك المؤسسات القانونية والحقوقية في العالم فتؤكد الجريمة. الحقيقة المشروع الصهيوني مشروع محاصر. صحيح. هذا حقيقي. صح قد يكون له عنده مسرح ضخم اللي هو مسرح أمريكا السياسية، لكنه في حقيقته هو مشروع محاصر. لذلك أهم ما في قرار هذه المحكمة من وجهة نظري بالإضافة لما تفضلت فيه دكتور، إنه هذه المحكمة أساءت وجه إسرائيل، كشفت وجه إسرائيل الحقيقي، وهذا سيؤثر على الرأي. يعني الكيانات مهم عندها السمعة، والاحتلال الإسرائيلي بنى سمعة، يعني ما قبل 7 أكتوبر متعددة الجوانب. أولا أنه الجيش الذي لا يقهر، لكن قهر في 7 أكتوبر وتم يعني تمريغه وتم كشف زيفه وضعفه. أيضا سمعة أنه الدولة الديمقراطية الوحيدة والإنسانية في منطقة الشرق الأوسط. اليوم هذه هي الأكثر رداءة والأكثر انحطاطا في والأكثر وحشية في منطقة الشرق الأوسط. ثم بعد ذلك هي المحصنة من المؤسسات الدولية، لم تكن تجرؤ أي مؤسسة دولية بقوة اللوبي وبقوة الدعاية وبقوة المال الإسرائيلي أن تقترب من الاحتلال الإسرائيلي. اليوم لا، من السهل جدا تخرج القرارات التي تجرمهم والتي يعني تفضحهم والتي تكشفهم. هذه طبعا في كذبة أخرى أيضا نعم. كشفت وعرت وهي بأنه هذا الكيان الجزيرة الخضراء الواحل كذا محاطة بأعداء يريدون أن ينقضوا عليها وإذا بهم يحموها هم الذين يحموها. الأمر الآخر بس بدي أضيف كمان قوة الردع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ممكن يعني أنه كان يعتبر أساس وجوده بقوة ردعه لمن حوله. صح. لكن اليوم لا، هناك تجرؤ يعني إن كان من لبنان أو من اليمن أو من هنا أو حتى الشعوب العربية باتت لديها كسرت حاجز الخوف والقلق من قوة وسطوة هذا الاحتلال. كل هذه ستكون لها مراكمات. أنا لاحظت أن القرار، وأشار ياسين إلى ذلك، القرار فند مسألتين في غاية الأهمية. المسألة الأولى أنه لأنه السلطة الفلسطينية أو لأنه منظمة التحرير عملت اتفاق مع إسرائيل، فإذا منظمة يعني ينبغي ألا لا يجوز لها أن تشكو إلى آخره. المحكمة فندت ذلك وكأنها تقول بأن الأساس الذي قامت عليه أوسلو أساس باطل. صحيح. أنا هكذا فهمت. صحيح صحيح. نعم. يعني فهمت أن المحكمة تندد بأوسلو وبالأصل الذي قامت عليه. صحيح. لأنها تخطط أوسلو، هي المرجعية ليست. لا، لأن أوسلو تنازلت عن حقوق الفلسطينيين. هي تذكر الفلسطينيين أنه أرضهم ما تم احتلاله من 67 هذا غير مشروع إسرائيل. وهذه النقطة الثانية. النقطة الثانية لما الإسرائيليين بيدعوا أنهم لا يحتلون ليسوا محتلين. طبعا نحن بالنسبة لي أنا شخصيا هم يحتلون كل فلسطين من النهر إلى البحر من شمالها إلى جنوبها. لكن المحكمة إيش ردت عليهم؟ قالت إن الكيان إن إسرائيل منذ 67 وهي التي تهيمن على الضفة الغربية وقطاع غزة وتتحكم بكل صغيرة وكبيرة فيها،
فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة هي قوة محتلة، هي قوة احتلال، هي قوة احتلال. ولذلك إسرائيل خسرت على جبهتين. الخسارة الأولى بدأت من 7 أكتوبر حينما اكتشف العالم ما يسمى بالسياق الفلسطيني. يعني إسرائيليين أرادوا أن يصنعوا سردية أنه مركز الحدث هو ما حصل 7 أكتوبر، وأنه تم الاعتداء عليهم وكذا وضرب أمنهم واستقرارهم. فالعالم ذكرهم أو على الأقل القطاع من المثقفين ومن الفلسطينيين والعرب، وصارت سردية عالمية. يعني الحدث هذا ما جاش من فراغ، لأن يعني فما سياق في احتلال وفي اضطهاد. لم يبدأ قطاع غزة أكتوبر. لم يبدأ 7 أكتوبر وقطاع غزة محاصر. الآن قرار المحكمة الدولية يذكر العالم بالتاريخ، أنه التاريخ لا يبدأ سنة 2024 أو 23، التاريخ يبدأ من الاحتلال في حق الأمر 48. ولكن خلينا على الأقل نرجع 67. إسرائيل أكدت كثير كأن المشكلة بدأت من 7 أكتوبر. ولذلك أكبر أعداء في أكبر أعداء إسرائيل، فقط هذه الجزئية، أكبر أعداء إسرائيل هما شيئين: التاريخ وذكر السياق السياسي. تريد حدث مجرد من التاريخ ومن السياق. في ملاحظة مهمة فيما يتعلق باتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو إذا كان في طرف قوضه تماما فهي إسرائيل. قرار الكنيست أقر مبدأ الدولة اليهودية الواحدة، وأنه لا وجود، أن الحل هو حل دولة، يعني لا دولتين. إذا ما قيمت اتفاق أوسلو، هذا في الحقيقة يعطي، يعني القرار الصادر أو المشورة الصادرة عن محكمة العدل الدولية قوة هائلة، قوة أخلاقية أيضا. يعني أنت عندما تقول أنه بيننا اتفاقات، دعوا الأمر لنا لكي نصل إلى حلول المناسبة، أنت في قرار الكنيست أنهيت كل شيء فيما يتعلق بهذا المسار. إذن ينبغي أن تعود الأمور إلى نصابها الحقيقي، وهو الاعتراف بأن هناك شعب محتل وأنه لا بد أن يتمتع بدولة مستقلة. ولذلك أحسنت الفصائل صنعا، وكانت حماس والجهاد أصدروا بيان، وأيضا بعض الفصائل الشعبية طالبوا منظمة التحرير بسحب الاعتراف من الاحتلال الإسرائيلي. لكن للأسف يعني واقع السلطة، يعني حل السلطة، واقع السلطة يبدو أضعف، وهذا الإشكالية. لا بدنا نطرح سؤال دكتور مهم جدا: كيف لو كان لدى السلطة، إذا السلطة لم تتحرك قانونيا وحقوقيا وضمن المؤسسات اللي إلها يعني أكسس عليها، وهي لم تتحرك، وهذه المؤسسات تحركت من تلقاء نفسها، فكيف لو بالفعل في هناك سلطة أو تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني، منظمة حقيقية هي التي تتحرك وهي التي رهيب. تأخذ دورها في هذه السلطة المؤسسة. موجودة اليوم لأن إسرائيل تستفيد من وجودها. تمام. شوف شو عملوا في ياسر عرفات لما اختلف معهم. لما اكتشف أنه ورط وأنه غرر به وأنه لن يحصل على شيء، رجعوا عمل الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000. فماذا فعلوا به؟ دمروا السلطة بأيديهم. هم ما بنوه معه خلال 7 سنوات تقريبا دمروه بأيديهم وقتلوه وقتلوا الرجل. ولذلك السلطة، الرموز المادية، المرافق الحكومية، المطار، الميناء، كل شيء، الرموز السياسية، الاقتصاد. لكن الآن الجيل الذي يمسك بالسلطة الآن هو جيل متصهير غير عن جيل ياسر عرفات. ياسر عرفات كان يظن أنه أذكى من الصهاينة، هذا صحيح، وأنه كان يمكن أن يعني يدخل معهم ويخدعهم. لم يتمكن أو يأخذ مساحات. لكن الذين هم اليوم على رأس السلطة ويديرون أجهزتها الأمنية، هؤلاء تصهينوا. صحيح. لأنه في الحقيقة شنو اللي حصل؟ هو هذا جيل دايتون، يعني مثل ما ذكرت عرفات هو الأب المؤسس. عرفات ابن حركة التحرير الفلسطينية ورجل براغماتي، كان يتصور يريد قاعدة انطلاق ولو نقطة بسيطة، هياخذ يعني مساحة من الأرض الفلسطينية في الضفة والقطاع ومنها ينطلق لمزيد من المطالبة، وفق نظرية بورقيبة اللي هي نظرية خاطئة طبعا، خوذ وطالب مثل ما يقول بورقيبة. مثل تعاملت أنا مع الاستعمار الفرنسي، أبدأ بنقطة أرتكز عليها ثم أطالب، وهذا اللي ذكره يظن أن الاستعمار مغفل. أي طبعا. لكن واقع الحال السلطة الفلسطينية هي حاجة إسرائيلية أمريكية قبل أن تكون حاجة فلسطينية. في ماذا تلخص السلطة الفلسطينية؟ تلخص بالأساس في وظائفها الأمنية والاستخباراتية. يعني هي حاجة لضبط السكان الفلسطيني، ضبط الفلسطينيين ومراقبتهم والتحكم فيها
وتمرير المعلومات معناها الاستعلامتية للطرف الإسرائيلي. وأنا تقديري هذه عينة للنظام العربي، ربما نراها أكثر فجاجة في الساحة الفلسطينية، ولكن واقع الدولة العربية أو الدول العربية هي كيانات وظيفية، ولذلك أغلب الدول العربية تقريب تلخص أو تختزل في وظائفها الأمنية والعسكرية. لكن أنا تقديري نقاط الضعف الرئيسية الموجودة الآن في الساحة الفلسطينية فيها جانبين. الجانب الأول يتعلق بعبء السلطة التي أصبحت عبء على الفلسطيني وعبء على المقاومة، بدل أن تكون يعني موجه سلاحها للطرف الاحتلال، يعني وجه السلاح للصدر الفلسطيني بدل أن يوجه لصدر الجندي الإسرائيلي. الجانب الثاني هو العمق العربي وخاصة مصر، يعني غياب مصر عن الإسناد السياسي والمعنوي واللوجستي للمقاومة للطرف للفلسطينيين يعني في قطاع غزة المحاصر، أكبر نقاط ضعف. هو لو يعني بدنا نركز على موضوع السلطة قبل ما نطلع لموضوع البعد العربي وهي دائرة أوسع، الآن بالفعل السلطة كما قال الدكتور بدأت بمشروع سياسي وكان متبني مرحوم ياسر عرفات، لكن ما بعد عرفات بدأت السلطة تتقلص شيئا فشيئا من مشروع سياسي لمشروع أمني لمشروع وظيفي، وهي لأن أقل حتى من الأنظمة العربية للأسف، باتت كنتونات أمنية صغيرة محدودة ذو رواتب. الآن السلطة الآن لأن مساحة السيادة أقل وللعلم للعلم يعني أنا بدي يعني إحنا صعب إنه نحكي هذا الكلام، لهذا أنا سألت ماذا لو أخذت السلطة دورها أو منظمة التحرير، ولهذا يجب التركيز الآن على منظمة التحرير. هل بقي من منظمة التحرير شيء؟ هو أنا هم حولوها يا سلطة. لو بقي يا دكتور لو بقي هو بقي التمثيل، تمثيل مهم يعني الرمزي التمثيل الدولي. يعني انت اي دولة الان بدون اعتراف دولي بدون حاضنة دولية صعب، يعني قوة منظمة التحرير فقط في التمثيل الدولي. الان لو جاءت قوى فلسطينية حقيقية مفروزة من قلب المجتمع الفلسطيني ومتنوعة، انا اعتقد ستعيد تحريك الماكنة التمثيلية أو الماكنة الدولية. لكن هل تظن الآن الإشكالية أنا هل تظن أن هذا البيت الهرم الخرب الذي مفاتيحه بيد أشخاص معينين هل يمكن أن يسلموا هذه؟ هو للعلم للعلم هو هذا يعني هذا الكيان هذا فعله في لقاء أنا سأرجع أنا سأرجع هو مهم موضوع الصين لو إحنا بس أنا بدي أرجع لموضوع مصر أنا عشان هيك. لا أنا بعتقد أن المنظمة ليست بيد فلسطينية بل بيد عربية. منظمة وقرارها وهي هي بنت البيئة، ولهذا أبو مازن حينما انتهت ولايته في 2009 لم يذهب إلى الانتخابات ولم يذهب إلى الفصائل، ذهب إلى جامعة الدول العربية وجدد ولايته وجدد رئاسته. هم اللي صنعوا المنظمة بمعنى حينما أبو عمار اختين لرئاسة المنظمة وقام بترتيبات مع الرئاسة المصرية مع جمال عبد الناصر آنذاك، وهو الذي بعد 67 في قبل 67 أصلا لم يكن أحد يقبل بياسر عرفات. ولذلك أستاذ إبراهيم هي أصلا ليش وجدت المنظمة؟ خلفية أساسية كانت موجهة ودافع عن النظام العربي هو التخلي من عبء القضية الفلسطينية على أساس أننا لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، وما يقبل به الفلسطينيون يقبل به نحن. هو كان غطاء في حقيقة الأمر للتخلص من العبء الفلسطيني على أساس أن في كيان سياسي يمثل فلسطين، والدليل على ذلك حركة فتح في ذلك الوقت اعتبرتها مؤامرة صحيح ورفضتها صحيح وهاجمتها لكن لما سلموها لما سلمت لحركة فتح صحيح صارت هي السند الأساسي هي مصدر الشرعية بالضبط. والدليل على أن المنظمة هي صنيعة عربية هي الصراعات العربية العربية تنعكس داخل المنظمة، تجد هذا محور سوريا هذا محور مصر هذا معرف إيش يعني التناقضات العربية والصراعات العربية هل من المجدي تجدها داخل المنظمة يعني هل من المجدي التمسك بهذه المنظمة إذا كانت هي صناعة عربية لها يا دكتور. وإذا كانت الأيدي العربية هي التي تعمل بها وتقرر قيادتها ومنهجها؟ منظمة التحرير لا وجود مادي لها الآن، لا وجود مادي لها. منظمة التحرير التي كانت ترتبط بتشكيلة من الفصائل المسلحة لم تعد موجودة، لم تعد موجودة، لم يعد قرار منظمة التحرير يرتكز على قوتها المادية العسكرية.
منظمة التحرير ذابت في فتح، وفتح ذابت في السلطة. الآن الشخصية اللي يعترف بها المجتمع الدولي هي السلطة، وليس فتح وليس منظمة التحرير الفلسطينية. أنا بدي أحكي لك، إذن هذا الهيكل كل هذه انتهت تماما. لا أنا بدي أحكي، وبيد الفلسطينيين استعادة هذا الهيكل. أنا أعرف يا سيدي بس هي في ملاحظة بس شوية بس على الكلام أرد عليه شوية بعدين. خليك تفضل. المنظمة التحرير هكذا تبدو لك، ولكنها ما تزال مصدر شرعية. هم يشرعنون بها خيانتنا، هم يشرعنون بها التخلي عن حقوقنا، يعني هم يشرعنون بها التصهين. هو هي المشكلة. يا دكتور مش لازم احنا نستهين في منظمة التحرير وقوتها وتأثيرها. الآن هناك من يتلاعب بهذه الأوراق القوة، يقويها تارة ويحجبها تارة. أنا بدي أعطيك مثال. في 2006 قبل الانتخابات كانت جميع القرارات وجميع القوى في يد السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية. حينما فازت حماس وتولى السيد إسماعيل هنيه الحكومة، تم سحب صلاحيات من منظمة من السلطة الفلسطينية ومنحها للمنظمة، لأنه حماس خارجها. هذا التلاعب بالأوراق حقيقة يؤدي إنه لا، المنظمة لها ثقل يمكن تفعيلها، نحتاج إلى دراسة كيفية التفعيل والعمل. ولهذا دكتور أنا بعرف أنه أنت يعني مغسل يدك من المنظمة، صح ولا لا؟ أعتبرها عبء كبير على الشعب الفلسطيني. لكن الآن السؤال، ما هو البديل عن المنظمة لأي لاعب سياسي، لأي قوة سياسية؟ ما نحكي عن حماس والجهاد المنظم، يا سيد إبراهيم، يا سيد إبراهيم، علقت عضويتها. هذا السؤال لا قيمة له رجاء. هذا نعم. السؤال لا قيمة له رجاء. الذين يقاتلون في الميدان هم البديل، الذين يدفعون المقاومة. كل هذه التضحيات المقاومة. في الأرض هم البديل. نعم. من أين اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها؟ من الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، الطلقة الرابعة. نحن أمام معركة من نوع مختلف. نحن أمام قوة ردع هائلة اليوم تهزم أكبر جيش في المنطقة. هذا كلام. ما هو البديل؟ هذا سؤال أنا أعتقد عبثي. أنا الحقيقة أتفق شوي مع الأستاذ إبراهيم. يعني المنظمة ممكن تشتغل في اتجاهين، يعني تشتغل في اتجاه سلبي، تم توظيفها في اتجاهات سلبية، مثل الجامعة العربية تماما. يعني الجامعة العربية في الكثير من الحالات تستدعى وتستخدم للتدخلات الخارجية. الأمريكان احتاجوا للتدخل في العراق، قالوا لهم اعملوا لنا قمة عربية، عملوا قمة عربية حتى يعطوهم الغطاء العربي في حرب الخليج الأولى والثانية وفي غيرها. يعني كل المغامرات متاع الأمريكان والتدخلات العسكرية أخذت غطاء الجامعة العربية. لكن الجامعة العربية ككيان سياسي لو يفعل هذا الإطار، هل هو سلبي؟ لا. تقديري هل تستطيع أن تعطيني نموذجا لعمل خير قامت به جامعة الدول العربية؟ وللأسف بسبب وضعية الأنظمة القائمون العربية. عليها فاسدون. يا دكتور عزام نفس الشيء، ولا يمثلون شعوبهم. الصيغة الجديدة دكتور عزام، لو المنظمة التحرير مثلا فيها القوى الوطنية الشعبية الفلسطينية، لو فيها حماس وفيها الجهاد وفيها القوى، كيف سيكون وضعها؟ يحضر عليهم دخولها أنظمة يحضر عليها العربية. لم تعد تحتمل الجامعة العربية. كيف؟ الأنظمة لم تعد. هذا كلام نظري، ولكن عمليا هناك واقع يجب علينا المشي في والله هذه الأطر تستخدم. بس يفعل ما هو الواقع؟ يعني أنا طبعا متفهم قضية الأمر الواقع، أنا متفهم لهذا، وأن المنصات القائمة لا يمكن ربما تجاوزها، والتفكير في مثلا منصات بديلة يمكن لها أن تؤدي دور سياسي أو دور علاقاتي أو ما شابه، أوكي. لكن الحقيقة أنه إذا حصل شيء في العشر أشهر الأخيرة هو أنه كثير من الثوابت تغيرت على مستوى العالم، تغيرت على مستوى أمريكا، تغيرت على مستوى أوروبا، تغيرت على مستوى الشعوب، الفهم، القناعة. أنا باعتقادي أنه إحنا يعني القضية الفلسطينية بتمامها من ضمنهم المنظمة التحرير الفلسطينية، أنه نرجع نحن إلى ما قبل 7 أكتوبر، أنا باعتقادي هذا نكوص عن المرحلة المتقدمة التي وصل إليها العالم. اليوم إحنا في مكان مختلف، إحنا اليوم في ديناميكيات لم نكن نظن أنها تقوم في قبل 7/10. اليوم في حراك ما بعد 7 أكتوبر، لازم إحنا. وترى بالمناسبة أقول لك شيء، أنا الذي أخشى أنه في حال أن الفلسطينيين قالوا، يعني بعد بإذن الله تعالى انتهاء الحرب في غزة وعودة الحياة إلى غزة، يعني أنا أخشى
أنه في حال أنه الفلسطينيين رجعوا يتكلموا ويدندنوا على وتر منظمة التحرير الفلسطينية أن يصيبوا العالم بنوع من خيبة الأمل الكبرى. لا مش هيك بتصير. لا المخطط هكذا. المخطط الآن لا سلطة لا حماس. الآن استدعي هذا الكائن الميت، استدعيه لكي يدير غزة والضفة الغربية معا في مرحلة ما بعد الحرب. تعرف بتعرف المفروض الآن أنصار القضية الفلسطينية بدءا بالفلسطينيين، طبعا الفلسطينيون ينبغي أن يكونوا هم في 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 الصف الأول، ينبغي أن نستثمر هذا التحول الذي أشار إليه أنس الذي حصل في العالم لقيام كيان يمثل القضية الفلسطينية حقيقة. ما هي القضية الفلسطينية؟ ما الذي نريده نحن في فلسطين؟ منظمة التحرير الفلسطينية منذ أن أسسها العرب وفرضوها على الفلسطينيين لم تكن ممثلا حقيقيا للفكرة الفلسطينية، اللي هي فكرة إنهاء المشروع الصهيوني، إنهاء الوجود الصهيوني في فلسطين. هي هذه الفكرة. الصهيونية هي المصيبة. الصهيونية مثلها مثل الأبارتيد، مثلها مثل أي استعمار غازي خارجي لابد أن يقضى عليها. إذا لم يكن لدينا كيان يحمل هذه الفكرة عبث. يعني على فكرة من إيجابيات محكمة العدل الدولية أنها ثبتت أن أن إسرائيل نظام فصل عنصري. صحيح. هذا صحيح. هذه نقطة لم نشير إليها. خلينا كيف الوضع بصير في الآن هذه الدول، إن كانت العربية أو الدولية أو المناوئة إلى أمريكا أو الغرب بشكل عام، لا شك أنه لديها مساحة تحرك، لكن لحتى الآن هي محكومة بالنظم الدولية الرسمية، ولا أحد يستطيع أن يستثمر أي، يعني مثلا غزة، هذه 7 أكتوبر ليست المعركة الأولى، هناك خاضت عشرات المعارك ربما الأقوى والأقسى، لكن 2014 كان هناك يعني تميز عسكري في قطاع غزة كبير في 2021، لكن استثماره سياسيا يحتاج إلى كيان محترف فيه. بس على مستوى الرأي العام إبراهيم، الرأي على مستوى الرأي العام، الرأي العام يعطي وتغير الانطباعات. 7 أكتوبر فعل صحيح ما لم يفعله. صحيح يا دكتور، صحيح يا دكتور، لكن الإنجاز الرأي العام معنوي، الإنجاز السياسي هذا يحتاج إلى علاقات وإلى دول تعترف وإلى حواضن دولية يمكن أن تنمي أي مشروع إقليمي أو دولي. لذلك في 2008 أو في 2009 بعد العدوان على قطاع غزة، وكانت حرب استمرت 21 أو 22 يوم، لا خرجت حركة حماس ودعت إلى جبهة نقول أن تكون يعني معترف فيها، ولا دولة حتى من الدول المناصرة والتي وقفت شجعتها على ذلك، قالت لها ولذلك حتى هذه قفزة في الهواء. ولذلك لا، أن موضوع المنظمة يجب أنه إحنا ندرس. هذا الاعتراف مصيدة على فكرة، يعني هو متى اعترف العالم بمنظمة التحرير الفلسطيني؟ اليوم في حراك، لما تنازل بعد الأسلوب، لما تنازلوا 100%. الآن في هناك حراك، هذا الحراك في موسكو، هذا الحراك في بكين، هذا الحراك هي محاولة من فصائل المقاومة ومن الفصائل الفلسطينية من أجل كسر هذا ولذلك أو الهروب من هذه المصيدة. ولذلك أنا حال موضوع التحولات الدولية بالتأكيد في تحولات دولية نوعية،